بالرغم من اجتهادات المنحرفين ومجرمي الترويج لمختلف المؤثرات العقلية وكذا المعتدين على الممتلكات الخاصة والعمومية بحسب ما جاءنا من بيانات من طرف خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بسكرة، وهذا لقطع دابر نشطائها عبر إقليم تراب الولاية. في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيما في الإقليم الحضري، تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية ممثلة في هجوم وتهريب المخدرات بالتنسيق مع صالحنا بالأمن العمومي على مستوى حاجز ثابت عند مخرج مدينة بسكرة من توقيف حافلة من نوع هيجر على متنها شخص عمره حوالي 35 سنة ضبط بحوزته على 5 صفائح من المخدرات مقدرة ب 478 جرام. تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31-47 سنة، تم توقيفهم في حال تلبس لسرقة الكوابل الهاتفية وكوابل الانترنت مع حجز كمية منها والأدوات المستعملة في السرقة وكذا الدراجة النارية. بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة سيتم تقديمهم أمام النيابة. بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى مصالحنا عن وجود امرأة في العقد الرابع من العمر تستغل مسكنها في ترويج المؤثرات العقلية وسط حي شعبي معروف، كما تستغل ابنتها القاصرة البالغة حوالي 15 سنة من العمر في ترويج المؤثرات العقلية. بالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكن المعنية أين ضبطت في حال التلبس. حجز بذات المسكن حوالي 52 قرص من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع مبلغ مالي يقدر ب 41 ألف دينار جزائري من عائدات الترويج وكذا مجموعة من الأسلحة البيضاء المتنوعة. التحريات التي بشرتها المصلحة في الموضوع أفضت إلى تحديد هوية الممول الرئيسي للموقوفة بالمؤثرات العقلية. دائما بالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكن هذا الأخير أين تم توقيفه، استرجاع المركبة المستعملة في التنقلات وترويج المؤثرات العقلية مع حجز مبلغ مالي يقدر ب 25 مليون سنتيم يعد من عائدات الترويج. سيتم تشكيل 3 ملفات جزائية منفصلة عن القضية محل التحقيق، الأول بموضوع حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع والترويج، الثاني بموضوع تعريض حياة وسلامة وأمن طفل لخطر جسيم، والثالث بموضوع حيازة الأسلحة البيضاء بدون مبرر شرعي. بموجبهم سيتم إحالة الموقوفان أمام العدالة لاحقا. حركة المصالح الأمنية في الوسط الحضري القاضية باستتباب الأمن والطمأنينة في نفوس السكان تلقى إشادة كبيرة من طرف المجتمع المتخلق التواق إلى مجتمع خال من المؤثرات العقلية والأخلاق السلبية.